ولأن البقاء في الصدارة يستلزم على الشبيبة القبائلية العودة بنتيجة إيجابية من ملعب بومزراق أمام الجمعية الجريحة والباحثة عن الانتفاضة. 16 دقيقة كانت كافية لأشبال عز الدين أيجودي من أجل افتتاح النتيجة بعد خطأ دفاعي استغله المهاجم إبوسي الذي أهدى الكرة على طبق لماضي أيمن الذي قبل الهدية وأسكن الكرة الشباك. هدف جميل للشبيبة القبائلية التي حاولت الحفاظ عليه رغم العمل الهجومي الشفوي الذي كان رده بفضل مليان كريم في هذه الهجمة. ثم تلته محاولات محمد مسعود الذي سدد من بعيد، إلا أن كرته وجدت حارسا صامدا أبطل مفعول كل المحاولات ومن كل الوضعيات، محافظا على عذرية شباكه في هذه المرحلة الأولى والتي انتهت لصالح الشبيبة القبائلية على وقع هذه المحاولة الأخيرة لمسعود. ثم تلتها محاولة بدر نانا بالتسديد من بعيد، إلا أن الحارس ملك عسلة كان في المكان المناسب ودهام نور الدين كان في وضع التسلل. إقحام المدرب مزيان إغي لثنائي علي حاجي ونصر شريف لم يأتي بالجديد، وظلت النتيجة لصالح الشبيبة التي بحث لاعبوها على قتل المباراة وتوقيع ثاني الأهداف أمام دهجة أنصار الشلفوة الذين لم يفهموا ماذا حدث لفريقهم الذي ضيع عدة فرص ومحاولات، إلى أن أتى الفرج بفضل البديل فرحي أيوب الذي أمضى هدف التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت البدلي الضائع الذي احتسبه الحكم أمل. اليوم خسارة نقطتين، يعني كما يقول لك ما عرفناش كيف نتحكموا في الدقائق الأخيرة، ولو النصائح اللي عطيناها اللي قدمناها وكانت عندنا كرات لتجسيد هدف ثاني وأكثر من هذا كنا باش نعرفوا كيف نتحكموا في الموبا في الكرة. تسرع اللاعبين وتساهل في الدقائق الأخيرة، شفنا أن يعني شلف فقد يعني الثقة وفقد الأمل، ومن بعد بكرة سهلة شوف يعني طاحت بين أرجل اللاعبين. أظن أن عموما نقول أن يعني مازلنا في مرحلة يعني تكوين فريق تنافسي، هذا شيء إيجابي رغم أني يعني بلك مقلق أني ضيعناها نقطتين لأنها كانت في أيدينا. رغم ذلك نقول أن احنا رانا في صدد تكوين هذا الفريق التنافسي، وإن شاء الله في المباراة الجاية يظهر أكثر قوة وأكثر هذه تعطينا تجربة أخرى. من ناحية التقنية ضيعنا كثير الكرة وهذا راجع للتسرع، الفعالية تنقصنا في الأمام، يعني جرينا مور زهرنا حتى لحقنا به في آخر دقيقة في آخر لحظة سجلنا، وهذا إن شاء الله يبشر بخير. أنا نقطة طرديني ضد شبيبة القبائل اللي فريق محترم وفريق يلعب كرة جميلة، إذن ما فيهش عيب يعني تتعادل مع شبيبة القبائل. كلام في